حل الملك محمد السادس مرفوقا بالأمير مولاي إسماعيل اليوم بالدوحة قادما إليها من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في مستهل زيارة رسمية لدولة قطر. هذا وأقام أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم بالديوان الأميري في الدوحة، أقام حفل استقبال رسمي على شرف الملك محمد السادس. ولدى وصول الملك وأمير دولة قطر إلى الديوان الأميري، تقدم للسلام على الملك محمد السادس عدد من سامي الشخصيات القطرية، من بينها على الخصوص نائب أمير دولة قطر الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. كما تقدم للسلام على الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أعضاء الوفد الرسمي المغربي المرافق للملك محمد السادس في هذه الزيارة الرسمية، والذي يتألف على الخصوص من مستشاري الملك فؤاد علي الهمة وياسر زناكي وعبد اللطيف المنوني ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة.